السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا مشاهدي قناة مصر الزراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الزراعة حياة. النهاردة هبتدي معاكم الحلقة بفزورة، حاجة لما بنخلطها على الزيوت بتاعة الشعر بتدينا نتائج أروع، حاجة ممكن نستفيد منها جدا في الناس اللي بتعاني من حموضة مرتفعة في المعدة، كمان هو منشط للكبد بشكل كبير، بيحتوي على فيتامين سي بشكل أكبر، كمان بيحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الأحماض الأمينية الهامة جدا لصحة الإنسان. الناس اللي عندها مشاكل في الإبصار وكمان الناس اللي عندها مشاكل في تبقع البشرة أكيد بتحتوي، يعني بيحتاجوا كميات كبيرة من الكاروتين، والكاروتينات موجودة في ثمرتنا اللي هنتكلم عنها النهاردة بشكل كبير. هي ثمرة بيحبها الأطفال، بيحبها النساء بشكل خاص جدا، وبيحبها كل جموع الشعب المصري. إنها ثمرة تحمل جزء من تراثنا المصري، بتتزرع من زمن الزمن وهي مش موجودة غير عندنا في مصر. تفتكروا تكون ايه؟ حلقتنا النهاردة هتكون عن الحرنكش. زراعة الحرنكش هتكون ازاي؟ من اول ما يكون بيزرع لحد ما يتلم بالطرق الحديثة والطرق التقليدية. كل ده هيكون معاكم بعد فاصل قصير، تابعونا. هذا البرنامج برعاية ورجع لكم أعزائنا المشاهدين عشان نبتدي معاكم النهاردة أولى خطواتنا في رحلتنا مع الحرنكش. زي ما اتفقنا النهاردة الحلقة هتكون مسلية جدا وممتعة زي الحرنكش بالظبط. هيكون معنا ضيفنا في الفقرة دي الباشمهندس محمد عويضة، وهو متخصص في زراعة هذا المحصول. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني الحرنكش قد يبدو لنا كده أن هو حاجة ملهاش لازمة، يعني أو حاجة كده بناخدها في التسالي، لكن أكيد له قيمة اقتصادية حضرتك أدرى بيها مني. طبعا هو الحرنكش يعني بتركز زراعته في الأليوبية وفي البحيرة، لكن أساس زراعته في الأصل من الأليوبية، وبنفكر من سنة تقريبا إن احنا نصدره، وهو ليه أصلا فايدة صحية أو غذائية زي ما بنقول، وغني جدا بالفيتامينات والعناصر، وفي نفس الوقت ممتاز جدا لمرضى السكر وللضغط والإسهال، ممتاز يعني كقيمة غذائية كقيمة يعني صحية. إذا هو محصول لو ركزنا معاه شوية نقدر نطلع منه عائد اقتصادي كويس. طبعا ممتاز جدا. وفي نفس الوقت زراعته ما بتكلفناش كتير خالص، يعني الزراعة سهلة. الزراعة سهلة جدا وفي نفس الوقت مربح، وزرعة بسيطة جدا مش محتاجة يعني مزارع فني. العائد الاقتصادي بتاعه كويس. ممتاز مش كويس. طيب هو ليه يعني بس في الأليوبية؟ يعني ايه مشكلته لما يزرع في بقيه المحافظات؟ هل له شروط معينه او بيحتاج يعني ارض معينه او نظام معين؟ لا، بيشتغل في ارض انواع الاراضي، الاراضي الرمليه شغال فيها، الاراضي الطينيه شغال فيها، الطميه شغال فيها، بيشتغل في جميع انواع الاراضي. يعني اذا الحرنكش تجود زراعته في مصر تجود كلها. زراعته في جميع على الزراعات القديمه والزراعات الحديثه، بطرق الري القديمه والطرق القديمه والحديثه. الشبكات الحديثه والري شغالين بيه دلوقتي، يعني يشتغل بالراحه ويشتغل جي ار ويشتغل رشاشات بالظبط كده شغال، ما فيهوش فيه اي مشكله خالص. طب خلينا نعرف من حضرتك بقى، رحلتنا مع الحرنكش هتبتدي من اول ايه، بذره ولا شتله؟ بص يا باشا، هو الحرنكش احنا بنزرعه بذره. بذره كويس. ازاي بقى؟ ناخد واحده واحده كده. بنجيب البذر من الحب نفسه، بنجيب الحب بنضربه في الخلاط، بنصفيه، بنجفف التاول اللي هتطلع، وبنبدأ نزرعه. عندنا في طريقتين في الزراعة. ما في الخلاط دي يعني اعتقد البذور ممكن تتكسر في لا الخلاط. لا لا، اصل البذر بتاعه ضعيف جدا، يعني ما حاجة بسيطة جدا لا تسكر يعني. وبنصفيه من المادة السائلة اللي بتطلع بينا اللي بتطلع معاه من الخلاط، وبنبدأ نزرعه. عندك في طريقتين بقى للزراعة، يا اما طريقة الشتل اللي احنا بنجيب البذور وبنشتلها في الارض وبنرجع ننقل من المشتل للارض المستديمه، دي اول طريقه. عندك الطريقه الثانيه اللي هي عن طريق الصواني، دي الطريقه حديثه شويه، اللي هي ان احنا بنجيب البذور بنحطها في الصواني بنحضنها وبنرجع ننقلها جاهزه. يعني بس من طبعا الصواني ديت اللي هي احنا يمكن عرضناها في حلقات تانية قبل كده، هتكون صواني الفلين اللي بيبقى فيها مجموعة المربعات. طبعا احنا مجهزين هنا بيبقى كومبوست بقى ايوه بالظبط، هو يعني كومبوست وبيتموس وبيشتغل على كده. كومبوست وبيتموس وبتاع، وبنبتدي نحط فيهم البذرة ونستنى لما يشتل بالظبط. بتتحضن، وفي مواد الزراعة بنرجع ننقلها في الارض المستديمة. دي كده طريقتين الزراعة. بنجهز الارض طبعا، عندك في السبله بنحط مثلا الفدان حوالي 10 15 متر سبله، دي كده تجهيز الارض. وبعد ما بنزرع ان شاء الله، هل في محتاجين يعني طريقه في الحرث معينه؟ لا، عادي جدا بيتحرث، عادي جدا، وبيتخطط خطوط حوالي بين الخط والتاني مثلا متر.
متر بين الخط والتاني. ده كده في طريقه التخطيط. وعندك مثلا بنبدا الزراعه من شهر 8 لحد شهر 9 بيتزرع في المواعيد دي. بنزرع بين الجوره والتانية او بين الشتله والتانية حوالي نص متر 50 سم 50 سم على نفس الخط، وبين الخط واخوه طبعا متر كويس. فالفدان بياخد معانا من 4000 ل 4500 عود شتله كويس تقريبا من 4 ل 4 ونص. ده كده المعدل الزراعه بتاعه. وزي ما قلنا البذور ببلاش دي، ما بنشتريهاش بفلوس. احنا بنيجي على كيلو 2 كيلو حرنكش، وليها اسماء تانية على فكره يعني حرنكش، في ناس بتوعي القوطه تصغير قوطه يعني قوطه كويس بالظبط كده. في يقول لك الست المستخبيه، الست المستحيه، على اساس يعني ان هي بتبقى في غلاف كده. ايوه بالظبط، الغلاف يعني الخارجي بالظبط كده. وبنبدا نزرع زي ما قلت لحضرتك تخطيط زي ما اتفقنا، وبنزرع من 4000 ل 4500 عود شتله. بنزرع من نص 8 لحد نص 9. يعني خلينا نلخص بقى كل الكلام اللي قلناه في الفتره اللي فاتت. طريقه الزراعه هي عن طريق البذره. البذره بناخدها من حبات الحرنكش بتاعت الموسم اللي قبله، بتتضرب في الخلاط بطريقه ما، بنبتدي نصفي السوائل اللي منها، بيتبقى لنا البذر الصغير اللي عامل زي السمسم ده، بنبتدي يا اما نشتره في طرف الارض بتاعتنا او على راس الغيط كده، بنعمل مكان صغير نشتل فيه ونطلع شتلات صغيره نقلها الارض المستدامه، او بناخد البذره على طول نزرعها بشكل مباشر، او نزرعها في الصواني. يعني بناخد البذره نحطها بقى في الصواني الفلين ديت، ونحطها داخل صوبه تحت ظروف معينه، طبعا بخليط من الكومبوست والبيتموس. بنستنى لحد ما الشتله تطلع. الفدان بياخد حوالي 4500 شتله بين يعني الخط والتاني متر، وبين النبات والتاني حوالي 50 سم. بالظبط. طبعا الناس اللي هتزود وهتكثف يعني هتقلل المسافه بقى، مش هتخليها 50 سم، تخليها 40 و30 عشان تزود عدد النباتات. طبعا ده مضر جدا، لان يعني نبته الحرنكش لما بتطلع بتبقى بتهيش، او بيبقى يعني المحيط بتاعها كبير. لو ابتدت النباتات تغطي على بعض يبقى انا كده داخل في اصابات فطريه، وداخل كده في مشكلات كتير جدا. يبقى لازم ادي مسافه بين النبات والتاني عشان يتنفس، يخشوا الشمس، يخشوا الهواء، ابقى في منأى وبعد تماما عن الامراض اللي ممكن تجيلي من ان الورق يكون شابك في بعض. صح كده؟ تمام. جميل. خلينا بقى نبتدي معاك رحله يعني الشتل. طلعنا من المشتل، نقلنا في الارض المستدامه، سواء كانت المشتل على راس الغيط او جايبينها من مشتل من بره. خلينا نقول بس يعني التعامل في اول يوم النهارده مع الشتل، يعني عشان الشتله بتاعتنا ما تاخدش الصدمه بتاعت اول يوم ديت. هل بنجهز الارض بري، ولا بنروي بعد ما بنشتل، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لا احنا بنشتل وبننزل ميتنا. يعني تحط تغرس الشتله بتاعتك، وبرده ممكن تزرع برده تكون الارض فيها ميه وبعد كده بتزرع. يعني هي بالطريقتين شغاله، ما فيهاش مشكله. مفيش مشاكل يعني. مفيش مشكله. هو نبات ممتاز جدا وبيشتغل في اي. واضح ان هو نبات برشا قوي. يعني هو شغال جاي في اي حاجه. بالظبط، هو جاي في اي حاجه. ما بيقولش لا. جميل جميل. بعد حوالي اسبوعين بنبدا ننزل له حاجه اسمها بيفوت ميكس. ده مواد عضويه بحيث انها تدي له الطاقه والقوه، يعني هو يدينا النمو الخضري. بيفضل شغال معانا الحرنكش، يستمر معانا من شهر 9 مثلا معاك لحد شهر 6 ده الانتاج. طب نفهم من كده بقى، بنزرع في 9 بتزرع في 9 من 8 ل 9 بتزرع. بيبدا يظهر معانا مثلا من نص 10. احنا دلوقتي هنوريكم دلوقتي موضوع التزهير، وهنوريكم ثلاث مراحل، الزهره والزهره لما تعقد وتبتدي بقى تقفل على نفسها، ولحد ما الثمره بتبتدي تكبر. هنوريكم ده دلوقتي بالتفصيل. يتكون معانا في طبعا، بس هو في شويه مشاكل بسيطه كده بتقابلنا. يعني عندك البياض الدقيقي ده مشكله بتقابلنا فيه. الاكاروسات العناكب دي رقم واحد المشكله اللي بتقابلنا في الحرنكش. في حاجه بقى فنزلت لينا دي تاني سنه ليها على الحرنكش ما كانتش موجوده خالص، البق الدقيقي. البق الدقيق. لدرجه حتى المزارعين مش عارفين ايه الحشره اللي نزلت عليهم دي. يعني بس البق الدقيق يعني منتشر في محاصيل تانية كتير. لا يعني. بس عمره ما كان بيجي على الحرنكش. ما بيجيش على الحرنكش. عمره ما كان بيجي، هو لسه ظاهر ليه دي تاني سنه لي. اول سنه السنه اللي فاتت دي تاني سنه لي بس. طب هل طريقه المقاومه بتاعت الباق دي النهارده بتختلف عن بقيه المحاصيل الثانيه؟ يعني هل هقاومه نفس المقاومه اللي بحارب بيها الباق دي في المحاصيل الثانيه؟ بالظبط. بنشتغل منباضه. بنشتغل بيه بنكافحه بالمنباضه. الاكاروسات بنرش بالتناب وكده بس، دي كل وطبعا فتره التزهير بنرش في الصفور. بالنسبه بقى لو لا احنا هنمشي معاك واحده واحده مع النبات. انا معاك. يعني احنا هنمشي معاك خطوات بقى النبات بتاعنا. تمام. واحده واحده. ماشي. ونشوف التزهير هنعمل له ايه وكل تمام. حاجه تمام. لكن انا بس عايز انوه على حاجه مهمه جدا.
تنقيه الحشائش من الغيط بتاعنا هتقلل نسب الاصابه كتير جدا. يعني كل ما الغيط بتاعنا يكون نظيف كل ما احنا بنقلل العوائل اللي بتتوجد بسببها هذه الحشرات زي المن والبق الدقيقي وحاجات كتير جدا. حاول دايما انك تنظف الحقل بتاعك، ما تعتمدش على العماله. العماله النهارده يعني احنا شعب مصري يعني يفترض ان احنا يكون عندنا ضمير اكتر من كده شويه. يعني ما تعتمدش على العامل، انزل بنفسك. بص انت بتدفع فلوس صح، بدل ما تدفع فلوس انزل شوف العامل، انزل شوف بنفسك، لان في كتير قوي بنشوف يعني اعشاب ضاره وحاجات طالعه من الارض وحش بينظف وحش بيعمل يعني. وده بيكون اهم العوائل بتاعه الحشرات. النقطه الثانيه اللي انتوا مش واخدين بالكم منها ان الاعشاب الضاره ديت بعيدا عن انها عوائل للحشرات الكتير جدا، كمان هي بتتغذى زيها زي النبات على الاسمده اللي حضرتك هتحطها وبتتغذى على الميه. طب هقول لكم على مفاجاه ثانيه، اعرفوا بقى ان الاعشاب الضاره بتاخد اسمده اكتر من اللي بياخدها النبات وبتسحب ميه اكتر من اللي بياخدها النبات. معقول؟ ايوه معقول. عمر النبات لو افترضنا ان هو مثلا 60 يوم فعمر العشبه الضاره هتكون 10 ايام، وبالتالي في ال 10 ايام دول هي عايزه تاخد نفس الميه والتغذيه اللي هياخدهم النبات في 60 يوم. اذا هي معدل استهلاكها للاسمده وللميه اعلى من النبات، اذا فهي من اقوى المنافسين النهارده على التغذيه وعلى الميه. بيشاركوا النبات بتاعك اللي انت زرعه ومستنيه الميه والاسمده. اذا تنقيه الحشائش، نظافه الحقل. تاني تنقيه الحشائش، نظافه الحقل، موضوع مهم جدا مش عايزكم ابدا تغفلوا عنه. نرجع نكمل مع حضرتك بقى. يعني بعد فتره النقل الارض المستدامه اول التزهير عندنا يطلع بعد قد ايه؟ عندك بعد احنا لو زرعنا في 8 في خلال شهر شهر ونص. شهر شهر ونص يعني 8 ل 9 وبيبدا يظهر معانا في 10 في 10 تمام. وطيب عشرة. العقد بقى برضه يعني بعديها مباشره، لان هي بتبقى على مراحل. تلاقي النبات في جزء مظهر جزء بيعقد في ثمر بيتجمع بيفضل شغال معانا كده تزهير ثم عقد. يعني بناخد منه كذا وش كتير طبعا. بقول لحضرتك احنا بنشتغل بيه مثلا من نص 11 لين شهر 6 معانا 6 شهور 6 شهور ونص اهو ما شاء الله جميع. طب انت خبير في الحرنكش بقى، يعني احنا عايزين بقى معلومه كمان لست البيت النهارده اللي بتتابعنا، ويمكن في ناس كتير جدا محبين للحرنكش. الحرنكش الحلو المسكر لما اشوفه كده اعرف مواصفات الثمره ازاي؟ يعني اكيد كتير بيطلع مز كده وبيطلع مش حلو. هو دايما الثمره الخارجيه الغلافه تكون جافه جدا. كل ما يزيد الجفاف بتاعها تعرف ان الحبايه اللي جوه مستويه. يعني لو لقيت لا مش لازم تبقى كبيره من بره، لان هو احنا بنقول عليها ست المستخبيه بقى. فجوه دي مش هنشوفها. طيب. في غلافه من بره، كل ما الغلافه تكون جافه تعرف ان اللي جوه مستويه. تعرف ان اللي جوه مستويه. مستويه وجاهزه كده للاكل وبيتعصر على فكره. بتعمل عصير. وبيتعمل عصير طبعا طبعا مفيد جدا جدا. اكيد اكيد اكيد. يعني فوائد الحرنكش يمكن احنا اتكلمنا عنها في اول حلقه، لكن احنا النهارده دلوقتي مركزين مع بعض في موضوع زراعه الحرنكش. خلينا اسال حضرتك سؤال النهارده، هل بيحصل نسبه فقد من التزهير؟ غالبا لا ما بيحصلش. طب يعني اذا لو قلنا ان التزهير كان 100% لو عقد منه كام يبقى احنا كده حلوين؟ هو بيعد ال 100% ان شاء الله. الا طبعا لو جت اصابه فطريه مثلا قلنا زي البياض الدقيقي. ايوه جت لنا اصابه حشريه مثلا زي الاكروسات او البق الدقيقي، ده طبعا بيأثر عليه على النبات بصفه عامه يعني. انما ممكن يوقع لي ظهر. طبعا. طيب وخاصة البق الدقيقي. وخاصة البق الدقيقي. طيب هل احنا محتاجين مثبتات ظهر؟ يعني في مثبتات بنيجي في فترة التزهير بنرش طبعا مثبتات تزهير. طب هل في مجموعة معينة من مثبتات التزهير حضرتك؟ والله بص هقول لحضرتك، هي المادة عامة في أي بقى في أي مركب نفسين أسيتيك أسيد. بنرش دايما نفسين أسيتيك أسيد مع حاجة فيها فوسفور عالي. نفتالين نفتالين أسيتيك أسيد. نفتالين أسيتيك أسيد. نركز في اسم المركب هتلاقوه في كذا براند. ده اسم المادة الفعالة هتلاقوه في كذا بقى مركب، هتلاقوه في كذا شركة براحتكم بقى. ناخد شركة مضمونة، ناخد شركة منتجاتها مرخصة مسجلة كده، يبقى احنا ما عندناش مشاكل. ده بيثبت لي العقد بشكل مع كويس. مع حاجة فيها فوسفور عالي. مع حاجة فيها فوسفور. طبعا الفوسفور ده بيرفع نسبة السكر كمان. بيزود لنا نسبة التزهير في الأساس. نسبة السكر بقى احنا بندخل فيها في المرحلة الثالثة، يعني عندك المرحلة الأولى احنا بنتكلم في النمو الخلوي. ايوه. فطبعا احنا قلنا بنسحب تحت بنسمد بالفيفوت ميكس. كويس. 2.5 لتر الفدان. كويس. وبنرش بالفردوس
مجموعة أحماض أمينية مع مجموعة عناصر كبرى وصغرى بيدينا نمو خضري محترم، وبنيجي في مرحلة تزهير بنرش الفوسفور العالي مع نفسالين أسيتيك أسيد. بنيجي في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة العقد بقى السمري. العقد والاسمار، ما احنا قلنا العقد والتزهير بنرش النفسالين أسيتيك أسيد مع مرحلة الإسمار بقى. مرحلة الإسمار بنديها بوتاسيوم. 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 بوتاسيوم بنرش وبنسمد بوتاسيوم. وبنيجي في غالبا فتره الشتاء بندي بوتاسيوم مع زيت معدني. بنخلط البوتاسيوم مع الزيت المعدني. ايه الحكمه من ده بقى؟ الحكمه من ده بقى هو في الشتاء بالنبات بيبقى يعني احنا بنساعده على مقاومه الصقيع والثلج اللي بيبقى شغال. فالزيت بيعمل زي عمليه تدفئه للنبات. كويس. مع البوتاسيوم فبيدينا اللي هو بيسرع لنا عمليه تسويه الثمر. طبعا البوتاسيوم والفوسفور من اهم العناصر اللي لها علاقه بالتلوين وبالسكر. البوتاسيوم سكر صح كده؟ بوتاسيوم سكر، وبنضيف عليه زيت معدني عشان يسرع علينا عملية تسويه الثمار. جميل. طيب يعني علامات نضج ثمرة الحرنكش. جفاف القشرة الخارجية للثمر. طيب هل الجفاف ده بيزيد بعد عملية القطف ولا الجفاف ده المفروض يحصل وهي في الأرض؟ لا، وهي في الأرض. وهي في الأرض. يعني إذا أنا ما بجمعش الحرنكش بتاعي إلا لما القشرة بتاعته تكون صفرة. بالظبط. طول ما صف، طول ما القشره خضراء ده كده ما بيتجمعش، لان بتكون من جوه مش مستويه. مش مستويه. مجرد انها بدات عمليه الجفاف، جفاف تام، نبدا بعد كده نجمع. يبقى كده احنا ضمننا الحرنكش بتاع نسبه سكر فيه كويسه والاسمار بتاعه جيد. تمام. خلينا نعرف برضو من حضرتك النهارده برنامج التسميد كده واحده واحده. يعني لو قلنا بقى بالمقررات يعني نمشي بقى. تمام. الوقت ده من السنه مثلا احنا دلوقتي في مرحله تزهير. بالظبط. يعني احنا شايفين الزهر وشايفين عقد واسمار لسه يعني في اوله خالص. بالظبط. نركز على ايه دلوقتي؟ في الفتره الحاليه بنركز على الفوسفور. بكميات قد ايه يا فندم الفدان؟ يعني عندك لو بالنسبه لخصوص التسميد في الري الحديث بندي 3 كيلو للفدان عبر السمادات. عبر السمادات. وبخصوص الرش طبعا على حسب معدلات الفوسفور اللي حضرتك بترشه. ممكن نص لتر على الفدان، وفي معدلات تانية بتبقى لتر للفدان. بيشتغل بيه مع النفسالين اسيتيك اسيد طبعا بمعدل 60 جرام لل 100 لتر ميه. 60 جرام لتر من 100 لتر ميه. بالظبط كده. طيب جميل. طب عايزين نعرف برضو حضرتك الحد الامن لرش المبيدات على الحرنكش، وخصوصا ان حضرتك عارف ان الحرنكش اكتر الناس بتاكله كده وهو ني على طول، يعني يقشر وياكل في الشارع ما بيتغسلش ولا حاجه. تمام. بس هو بقى الحاجه اللي هي فيها الامان سبحان الله اللي هي الغلافه الخارجيه للثمر. يعني لما بنرش مبيد ما بيوصلش للثمره نفسها، لان في غلافه خارجيه طبعا هي اللي بتمنع وصول المبيد للثمره او الحبايه اللي احنا بناكلها. بناكل بدون غسيل وبدون اي حاجه يعني، وزي الفل مفيش اي مشاكل. يعني طبعا الحرنكش من ضمن الحاجات اللي كل الناس بتحبها جدا، والاطفال طبعا بيحبوها جدا، وكمان السيدات وكل الناس يعني بتحب الحرنكش، وهو ميزه من ميزات مصر، يعني اللي ينزل مصر لازم ياكل حرنكش. بالظبط. اكيد. طب خلينا نعرف برضو من حضرتك النهارده، يعني هل في يعني حاجه تقينا شويه او تقلل شويه اصاباتنا الفطريه؟ هو الالتزام بمساحات الزراعه والالتزام بتنقيه الحشائش مباشره من التربه ومن الارض. مجرد الارض نظيفه، المساحه على نص متر وبين الخط والتاني متر، انا مدي كده مساحه كويس. بالظبط. النبات يتنفس وياخد راحته وبتاعه، وبيبقى اقل عرضه طبعا بالفطريات وزياده الرطوبه والحراره والكلام ده، لا احنا كده بنمنعه. قللت طبعا، خليت مثلا بين الخط والتاني نص متر، قللت المساحات طبعا، لازم تزيد عندك الاصابات بجميع انواع الفطريات والبق والاقاروص. طيب هل محصور الحرنكش من المحاصيل اللي بتتأثر بملوحه التربه، ولا هو بيستحمل وبيشيل؟ هو بيستحمل بصراحه، يعني احنا مش محتاجين معالجات ملوحه خالص. لا لا لا، بصراحه هو ما شاء الله نبات ممتاز، يعني بيستحمل ملوحه التربه. واقول لحضرتك في ارض انواع الاراضي حتى الاراضي مصابه بالنماتوده شغال هو. لا ما شاء الله عليه، مش هتفرق معاه النماتوده. لا ولا نماتوده ولا ملوحه ولا اي حاجه. وبس احنا لازم ناخد بالنا من زياده الميه او العطش. ده بخصوص الري، لا ينفع نزود ميه ولا ينفع نعطش. طب نعرف منك اضرار برضو زياده الميه واضرار التعطيش. عندك في زياده ميه، يعني في ريزوكتومه في التربه اللي هي الفطر المسبب لعفان الجذور. بيحصل عندنا عمليه ذبول للنبات وموت للنبات في حاله زياده الميه. كويس. في حاله العطش بيبدا يقع معانا ورق الحرنكش. لو جينا نعطش بنلاقي الورق بدا يقع. هي الورقه اصلا رقيقه جدا. بالزبط. يعني مش مستحمله. يعني هي شويه ميه اللي سندنا. وسبحان الله بقى مع كل ورقه
في زهره وفي حبايه. فطبعا انا وقعت ورق يعني وقعت زهر يعني وقعت ثمر. يعني اذا في كل ثمره بخسر ثمره؟ كل ورقه بنخسر يعني، فما ينفعش. طبعا احنا محتاجين مجموع خضري قوي عشان يوصل لنا طبعا الغذاء للحب يساوي معانا كويس عشان البوتاسيوم. فما ينفعش ان احنا نوقع ورق. فطبعا العطش ضار وزياده الميه ضار. جميل جدا. خليني برضو اركز في موضوع مهم جدا. يعني عايزين نقول النهارده احنا في فتره داخلين على موجات من البرد بالليل والصبح هتبقى الدنيا حر. تمام. ومن المتوقع هطول الامطار في اي وقت. تمام. اذا انا النهارده بتابع الارصاد الجويه وعرفت مثلا ان في انخفاض في درجه الحراره جاي بالليل، يعني نبسطها كده للساده المشاهدين، حضراتكم دايما لما بتيجوا تسمعوا النشرات الجويه بتسمعوا عن درجه الحراره العظمى ودرجه الحراره الصغرى. الصغرى دايما هي بتاعه فتره الليل، والكبرى هي بتاعه فتره الظهيره او فتره الذروه. فلما نشوف ان درجه الحراره الصغرى مثلا الفرق بينهم كبير، يعني الفرق بين درجه حراره الليل والصبح كبيره، هل في اجراءات معينه المفروض اعملها عشان احمي الحرنكش من التبادل الحراري المفاجئ ده؟ شوف حضرتك، هو لو هتنخفض درجه الحراره بمعنى مثلا هيقابلنا صقيع، بنرش كبريت مايكرون. كبريت مايكرون بيعمل عمليه تدفئه للنبات. كويس. ده الاجراء اللي ممكن نعمله يعني. طب لو عرفت مثلا حضرتك ان بكره في مطر، ايه الاجراء اللي ممكن تاخده؟ عرفنا ان في مطر وانا لسه راوي، اذا في زياده ميه في التربه. لو شغالين بطرق الري الحديثه بنسحب مبيد فطري، وليكن مثلا هنقول الماده الفعاله برضو الموسوميل، سيفونات المسايل 80% بنسحبها. تاني؟ سيفونات المسايل 80%. سيفونات المسايل. المسايل. اه سيفونات المسايل. اه جميل. ده بنبدا نسحبه في التسميد. طيب لو احنا شغالين بطرق الغمر والري القديمه بنرشه على الورق. نفس الماده برضه. بالظبط كده. سيفونات المسايل. اه. صح كده؟ بالظبط كده. جميل. يبقى ده حيقينا النهارده من مشكلات الرطوبه المفاجئه او ارتفاع نسبه المياه في التربه عشان ده بيقينا عفان الجذور او الريزوكتوني. يبقى احنا كده الفطر المسبب لعفان الجذور. جميل. يبقى احنا كده اعتقد ان احنا غطينا موضوع زراعه الحرنكش بشكل جيد. يعني انا شخصيا استمتعت بهذه الفتره جدا. نعم. اللي بخصوص الانتاج بقى، الانتاج اتفضل. يعني عندك مثلا الحرنكش بيدي من 10 ل 12 طن. من 10 ل 12 طن الفدان. الفدان بيدي من 10 ل 12 طن واسعاره ممتازه يعني. يعني لما بنتكلم عن انتاج بنتكلم عن 10 12 طن، ده دي كميه كبيره يعني. طبعا انت عندك وقت طويل جدا بتبدا تجمع فيه يعني، شغال عايز 6 شهور بتجمع في فدان. 6 شهور تجمع طبعًا في الفدان. ما شاء الله. يعني انت عندك الشهر مثلا بتجمع فدانيه 2 طن. كويس. طول الشهر الواحد تجمع 2 طن حوالي في رينج يعني. يعني الزرعه الواحده شغاله معانا. شغاله بس ما بتديناش الكميه كلها مره واحده. لا طبعا ما بتديناش، بنشتغل مثلا من نص 11 الين شهر 6 شغالين في. طب الفتره بين الوش والوش قد ايه يا فندم؟ والله على حسب درجات الحراره بقى. يعني اذا كانت درجات الحراره مرتفعه شويه بنجمع مثلا ممكن نقول على 5 ايام اسبوع، لو منخفضه شويه ممكن نجمع على 10 15 يوم. طيب كل وش ممكن اخد منه قد ايه في الفدان؟ ما احنا جينا لما نيجي نحسبها مثلا نسبه وتناسب، لو قلنا 10 نقول 12 مثلا. هيدينا في الست شهور يعني تقريبا بين الوش ممكن نجمع من الفدان حوالي من 300 400 كيلو. 300 400 كيلو كل اسبوع. بالظبط كده. يعني حوالي 1000 يعني طن و600 في الشهر تقريبا 300 كيلو. لا من نقول مثلا من 200 ل 300 كيلو. من 200 ل 300 كيلو. بالظبط. يعني الشهر الواحد ممكن يديني طن و200. طن و200. طن و200 في الشهر الواحد. طبعا احنا بندي بقى على بناخد منه كذا وش على كام شهر. بالزبط. طيب ما ده مش هيقدر يعني مش هيخلينا نجمع كميات كبيره. يعني انا قصدي هو مش محصول تقدر تاخده على بعضه كده وتبيعه، تفضل تدي منه وش في وش على طول. انا اقول لحضرتك على حاجه. الكيلو الحرنكش قد كده. صحيح. تاخد بال حضرتك ممكن شكاره قد كده وتلاقي 10 كيلو. تمام. فبيتهيألك ان هو ما لكن هو العائد بتاعه كويس. بيخلينا نحس ان احنا جمعنا يعني. وبعدين احنا بنبص على المدى الطويل. انت شغال يعني مثلا مزارع بنقول دي زرعه تسند، نتكلم بالبلدي شويه يعني. بنقول دي زرعه تسند، ان انت كل اسبوع بتجمع لك حوالي ربع طن، مدخل ليك عائد يعني. هو انا فهمت قصدك حضرتك. زي الكوسه كده. لا الكوسه يوم ويوم يعني بنفوت يوم بتاع. لكن ده مثلا كل اسبوع وكل 10 ايام ففي دخل ليك كمزارع. لما تيجي تبص مقارنه بالتكلفه
مفيش تكلفة ولا حاجة. طبعا يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن نظرية اقتصادية بحتة، يمكن اخواننا المزارعين فاهمينها، ويمكن برضو يعني الشباب الجديد النهاردة لسه داخل مجال الزراعة المفروض يفهمها. دايما لما يكون عندك مساحة ارض كبيرة خصص منها جزء لحاجة بتاخد منها الوش ورا الوش، بحيث انك دايما يكون عندك، يعني عندنا الكوسه، عندنا الحرنكش، الحاجات دي كل ممكن اسبوع اخد منها فلوس، كل اسبوع اخد منها فلوس. الفلوس دي باخدها بدورها على طول في الاسمده وفي المبيدات عشان اعرف اصرف على زرعه مثلا من اللي بتقعد لها شهرين ثلاثه في الارض، اربع شهور في الارض، يعني في زرعات بتاخد فترات طويله بالزبط. فانا محتاج فلوس تمشيني محتاج فلوس تمشيني بقى من حاجه زي الحرنكش، من حاجه زي الكوسه، الحاجات دي اقدر اقلب منها على طول كل اسبوع، يبقى في جيبي فلوس اروح اشتري بيها سماد، اروح اشتري بيها ادويه، اروح اشتري بيها مبيد، اروح يعني اعمل بيها عمليه معينه زراعيه، بحيث ان انا دايما يبقى معايا فلوس. فدايما اللي عنده اراضي كبيره يخلي عنده جزء كده صغير يزرعه من الحاجات اللي بتدي كذا وش ديت، عشان يبقى دايما عندي يعني مصدر للدخل بشكل مستمر. طيب خلينا اعرف من حضرتك برضو يعني النهارده الاخطاء اللي بيقع فيها زراع الحرنكش، يمكن في ناس ما عندهاش خبره بزراعه الحرنكش، ممكن يقوموا باخطاء تخسرهم مبالغ كبيره جدا. هي الاخطاء اللي ممكن ان هو ما يعتمدش على الاخطاء اللي ممكن تقابله، ان هو ما يهتمش بنظافه الارض من الحشائش وخلوها ونظافها من الحشائش الموجوده فيها، انه الافه اللي موجوده توصل فوق الحد الحرج. يعني ما شافش مثلا بقى دقيقي يصبر يوم اتنين تلاتة، الآفة طبعا هتنتشر هتضطر تدمر له المحصول. شاف ان في البياض الدقيقي ومهتمش بمكافحته، شاف الأقاروس والعناكب، وده يعتبر من أشرس الحاجة اللي بتقابلنا في الحرنكش. إذا مهتمش بالرش باستمرار، التسميد في المواعيد المطلوبة، انتظام الري معاه زي ما اتكلمنا فيها، طبعا لازم هيفقد كتير من المحصول طول ما هو متبع مواعيد الزراعه المظبوطه، المسافات بين الزراعه الموجوده، الاهتمام بالتسميد في المواعيد المطلوبه، الاهتمام بالرش عند وجود الافه من اولها، بعون الله يوصل لمحصول اقتصادي محترم. انا بشكر حضرتك جدا على اللقاء الممتع ده، وانا شخصيا استفدت بيه، وان شاء الله الحلقه تكون ممتعه زي الحرنكش نفسه ان شاء الله. اشكرك جدا يا باشمهندس. اعزائي المشاهدين، يعني رحلتنا مع الحرنكش لسه ما خلصتش، خلونا بقى نسمع صوت الفلاح النهارده اللي زرع الحرنكش، لكن بعد فاصل قصير تابعونا. هذا البرنامج برعايه رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين عشان نستكمل معاكم رحلتنا مع الحرنكش في الفقره ديت، وفي الفقره اللي بعدها ان شاء الله هنستعرض طريقتين لزراعه الحرنكش، الطريقه التقليديه الناس اللي هي بتروي بالغمر زي الحاج عزت اللي هيكون ضيفنا ان شاء الله في الفقره ديت، وان شاء الله الفقره اللي بعدها هنشوف طريقه زراعه الحرنكش بالطرق الحديثه. خلونا نتعلم الاول طرق زراعه الحرنكش التقليديه العاديه اللي فيها الري بالراحه، نعرف الطريقه ازاي، هنخطط الارض ازاي، هنزرع ازاي. مع الحاج عزت، برحب بحضرتك مره ثانيه. اهلا بيك يا باشا. اخبارك ايه مع الحرنكش؟ الحمد لله تمام. يعني مبسوط منه؟ الحمد لله. عائد اقتصادي مش بطال؟ الحمد لله. احنا مش هنحسب، ما تخافش. لا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. خليني اعرف منك بقى طريقه زراعه الحرنكش التقليديه العاديه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لتجهيز الارض، نحره الارض سكتين بالجرار متعامدتين. وبعد كده بنخطط الارض على مسافات بين الخط والخط متر. كويس. متر. بنيجي نزرع الشتله، نجيب الشتلات، بنبقى احنا مجهزين قبلها بشويه كده، عاملين شتل على في الارض وبناخدها. تشتري عرس الغيط كده على جنب. عرس الغيط اه. بنزرع على مسافات معينه بين العود والعود 50 سم. طب خليني بس الاول اسالك سؤال مهم قوي قوي، في عمليه الشتل نفسها المسافه بين الشتله والبذره والثانيه قد ايه في المشتل بقى؟ ماليش دعوه بالارض انا لسه. لا بين البذره والثانيه سنتي نص سنتي متر. سنتي نص سنتي مش فارقه. تمام، حلو قوي ده، كويس. بتنقل الارض المستدامه على بعد بقى 50 سنتي بين ال بالنسبه للنقل بقى. كمل بقى معايا. بنزرع بنشتل على مسافات 50 سنتي، ننزل الميه ونزرع في قلب الميه. تزرع في قلب الميه؟ في قلب الميه. عشان بيبقى جو حر، ما ينفعش تزرع وتنزل ميه كده الشتله تموت. لازم نزرع في الميه شغاله.
إذا المعلومة دي مهمة جدا أعزائنا المشاهدين. برضو لا نسمع برضو فلاحنا المصري الجميل ده الفلاح الفصيح، شتلة الحرنكش من الشتلات الضعيفة اللي مش هتستحمل يعني الصدمة بتاعت النقل من الأرض الشتل للأرض المستدامة، لذلك وأنا بنقل وبزرع لازم تكون الأرض بتاعتي مروية كويس ونسبة الرطوبة فيها مرتفعة. بنزرع في المية، في المية يعني بتبقى المية فوق الأرض، المية بنزرع على وش المية. على وش المية عشان لو زرعت على الأرض ناشفة الشتلة تموت، الشتلة تموت على طول. لازم على في وش المية. كويس. وبعدين بعد كده بتحيي الأرض على نسبة الجو الحر يوم أو يوم، لا كده يعني يوم ويوم على ما تدق تشتغل. بعد كده بنجيب نطبق لها كده، نجيب لها شوية تراب بالفاس عشان تمسك العود وتخزن الرطوبة تحت العود. الله عليك، جميل. أيوه. ده بعد كده بتبتدي بقى تدور على أي حاجة فيها رش بتاع، بتدور فيها إصابة، فيها مرض، فيها حاجة، بتفتش وتستشير مهندس زراعي. فبنطلع المهندس بنقول له تعالى بص لنا على الأرض، بيجي يبص يشوف ايه اللي لازم يقول لنا عليه ونجيبه ورش منه. هي خدمتها مش مكلفة يعني، هي بسيطة سهلة. لكن هي الزرعة كده بالراحة، احنا لما بنيجي نزرع البذرة بنزرعها بين الشتلة البذرة والتانية حوالي 2 سنتي او سنتي ونص. ده في المشتل. ننقلها على بعد 50 سنتي بين النبات والتاني. يعني الفدان بياخد له 4500 عود. 4500 عود شتلي. شتلة. في الارض المستدامة. في زي الفل كده. في الفدان. تمام. ايوه في الارض المستدامة في الفدان. الفدان الواحد بياخد 4500 عود شتل. جميل. بين العود والتاني 50 سنتي. وقلنا ليه 50 سنتي؟ عشان لما يفرع ما يغطيش على بعضه وما يخشش في مشاكل بقى اصابات. تشوفه. جميل. والزرع بيكون على وش المية، لأن شتلة الحرنكش ضعيفة، لو اتزرعت في وما فيش مية والأرض ناشفة الشتلة هتموت. وبعد كده بنسيبها يوم يوم ونحييها، ونحييها يوم. يبقى والري عندنا بقى شغال كده بالتبادل يوم ورا يوم، صح كده؟ زي الفل. وطبعا يعني احنا موضوع بقى التسميد والكلام ده اتكلمنا عنه في الفقرة السابقة، دي طريقة الري العادية. ايوه جميل. طب كمل معايا كده، النهارده ايه الحاجات اللي اول ما بتشوفها في الارض ما تسكتش بقى؟ لو فيها اصابه. الاصابات دي بقى انت بتشوف ايه بقى؟ شوف حشره قشريه، بنشوف عناكب، بنشوف بق دقيقي، انما بالنسبه للفطريات ما بيجيلهاش مرض فطري خالص. انا بس قبل ما افوت النقطه ديت، انت قلت لي بقى بتجيب شويه تراب تسند بيهم العود. ايوه صح. ده بعد قد ايه؟ بعد اسبوع. بعد اسبوع. الموضوع بقى ان انا بجيب شويه تراب دول اهلهم على العود كده واسنده بيه بعد اسبوع من الشتل. جميل. وحضرتك قلت طبعا دلوقتي اعراض الاصابه بقى اللي انت بتقف عندها، يعني انت بتعرف ازاي انك عندك عناكب او بق دقيقي او الحاجات دي، في اعراض معينه بتبان عندك؟ تمشي إيه؟ تفتش في الارض. ايوه بتلاحظ حاجه كده على الورقه مش مظبوطه. بتقطع الورقه تبص فيها تلاقي عناكب او حشره قشريه او بق دقيقي، بتطلع على المهندس الزراعي بيجيب منه المبيدات المطلوبه ورشه. جميل. مهم قوي ان احنا نعرف ان اغلب وافتك الافات عمرك ما هتشوفها على وش الورقه، انت هتشوف العرض على وش الورقه بس. بالضبط. هتشوف كده صفار، هتشوف بقعه، هتشوف خرم، لكن المصايب كلها تحت الورقه. تحت الورقه. فاللي عايز يكشف على الورقه دايما يقلب الورقه، لان العناكب والحاجات دي كلها هتكون موجوده في الورقه من تحت. صح كده؟ كله من تحت الورقه، مفيش حاجه. خليني بقى اعرف معلومه مهمه جدا، اذا انت طلع عندك عنكبوت وهترش، مع ان دلوقتي بقى في مفترسات بقى يعني اتكلمنا عنها قبل كده ونتكلم عنها برضو ندي عنها نبذه في الحلقه دي ان شاء الله. اذا عرفنا ان عندنا عنكبوت، العنكبوت ده له اوقات بيطلع فيها وبينشط. أيوة. هي الاوقات دي اللي انا برش فيها صح؟ ولا انا برش في اي وقت؟ لا ليها اوقات معينه. ايه بقى الاوقات دي؟ بيجي التقلبات الجوية دي برضو مهمة يعني. بتأثر على الزرع يعني مثلا يعني دلوقتي في شهر كام؟ 10. دلوقتي في عناكب، في عناكب في الزرع في المحصول. ايوه في عناكب، فاحنا بنروح نجيب المبيد ونرش، بنيجي بعد يومين ثلاثة ونبص اللي هنا في لسه. طب انت احسن ميعاد في اليوم ترش فيه العنكبوت امتى؟ الصبح ولا المغربيه ولا الظهريه؟ العنكبوت بعد الندم يروح من الارض كده يعني الساعه 10 11. العناكب عاوزه حر، مش عاوزه يعني ترش في الحر.
جميل. طبعا في فرق بين ان احنا نرش في الحرق. طبعا الحاج عزت راجل عنده خبره كبيره جدا، ولكن احنا عايزين نقول حاجه مهمه جدا والحاج عزت لفت نظري ليها. الرش في اوقات الندى ملوش لازمه، ملوش لازمه، لان الندى بيعمل طبقه عازله على الورقه الخضراء، وبالتالي بيمنع المبيد بتاعي ان هو استفيد منه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الرش في درجات الحرارة المرتفعة جدا أثناء الذروة وساعة الظهيرة برضو ملوش لازمة، لأن أشعة الشمس بتكسر مكونات المبيد وتجعله عديم الفائدة رقم واحد، بل ومؤذي ويحرق الزرع رقم اتنين. إذا الوقت المثالي بالنسبة لي هو وقت الصبحية، الندى راح أبتدي أرش الصبح بدري، يعني مش 6 ولا 7، احنا هنقول الساعة 8 9 يكون الندى راح وتكون الشمس لسه خفيفة كده، نبتدي نرش ونستفيد. مهم جدا كمان ان انا وانا برش يكون اللي بيرش محترف، عشان بشكل او باخر يوصل لي الرش بتاعي لورق من تحت. بتعملها ازاي يا حاج؟ بنجيب الماتور بتاع الرش، ايوه، وبنمشي نقلب في الشجره، بنعلي الضغط جدا عشان يقلب الورق مظبوط. يقلب الورق، يقلب الورق. هو انا لو رشيت سطحي كده يبقى ما عملناش حاجه، ما عملناش حاجه، لازم تقلب الشجره عشان كلها من تحت الورق، عشان تقلب الورقه تحت وفوق، نقوم نأثر عليها. يعني محتاجه واحد يعني مهنته بقى. دي بقى مهنتنا، واحنا يعني عارفين الشغل بتاعنا. يعني انا قصدي برضو للناس اللي هي مش محترفه قوي لازم تكون والله فاهمه، والله بيسالوا بعض يا باشمهندس، بيسالوا بعض ان الرش له طريقه. يعني مهم قوي ان انا اقلب الورقه بالرش، بس بذكاء بقى، يعني ما اقربش قوي من النبات بحيث ان انا اوقع اوقع الزهر واوقع العقد بتاعي من بعيد كده، بس بضغط عالي بتكون البشبول بتاعنا على شكل شمسيه والضغط بتاعه معقول، ما الزقش في النبات، ابعد عن النبات 50 سنتي، يعني ما بقاش الضغط مباشر، لان الضغط المباشر يأذي برضه يكسر، لكن احنا عايزين ضغط كثيف وفي نفس الوقت مش مركز، انا عايزه يطلع على شكل بخار. وديه كده واقلب الورقه، يعني وانا ماشي بالبشبول بتاعي بحرك ايدي كده اهو بالشكل ده، وبالتالي الورقه تقلب معايا من ضغط المبيد بتاعي عشان اطال السطح السفلي والسطح العلوي، يبقى انا كده امان ما عنديش مشاكل. صح كده؟ صح كده يا باشا. جميل. ايه بقى الحاجات تاني اللي يعني انت بتبقى قاعد لها وصاحي لها؟ حشائش. حشائش، الله ينور عليك. الحشائش بتجيب الامراض طبعا. لازم الارض تبقى نظيفه جدا وتبص فيها، اي عود حشيش، اي حاجه تزعلها بنشيلها نرميها برضه. سؤال اخير، ايه الميزه بتاعت الزراعه التقليديه في الحرنكش عن الزراعه الحديثه في الحرنكش؟ ولا انت شايف ان الحديثه احسن؟ لا الحديثة طبعا احسن. الحديثة احسن. انا احب الناس اللي هي بتعترف أحسن. دي احسن. انا بشكرك جدا يا حاج عزت، ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق في حصاد هذا المحصول باذن الله. تحت امرك. شكرا. اعزائنا المشاهدين، دي كانت الطريقة التقليدية لزراعة الحرنكش. نسمع بقى الطريقة الحديثة ومميزاتها والفرق بينها وبين الطريقة القديمة، لكن بعد فاصل قصير تابعونا. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين في اخر فقراتنا النهارده مع الحاج محمود حجاب اللي هيكلمنا عن الزراعه الحديثه للحرنكش. اتكلمنا معاكم في الفقره الاولى وفي الفقره الثانيه عن يعني مواعيد الزراعه، طريقه الزراعه، مواضيع التسميد، مواضيع الافات، وفي الزراعه التقليديه اتكلمنا عن طريقه تخطيط الارض، المسافه بين النباتات. خلينا نشوف بقى الاسلوب الحديث النهارده في زراعه الحرنكش مع الحاج محمود. اهلا بيك. اهلا. ايه الفرق بينك وبين الحاج عزت؟ ديكا احنا بنجيب خراطيم اللي هي الجيار، بين الخرطوم واخوه متر كويس، وبين نحط بين الشتله واختها 50 سنتي كويس، يعني ماشي بنفس الابعاد انت؟ بنفس الابعاد. بس ديكا بقى بتختلف، وبعدين في جميع الاراضي بتتزرع، عشان في اراضي زي الاراضي الصحراويه ما لهاش دعوه بالميه الغامض، ما ينفعش فيها الميه معليه زي البحيره، زي ما بيسقوش ميه غامض، فما يقول لك ما نزرعهاش وما يلحقوش ميه غامض. فهنا انت بتشد شبكه التنقير جار، وبعدين تبتدي تجيب الصواني بتاعت القوطه في التحضين وتبتدي تزرع، بتجيب انتاج احسن
من القوطة اللي هي بتشرب غمر. يعني الحاج محمود بقى ناصح، يعني ناصح شوية بقى، بتجيب تعطية. الراجل شغال بحاجتين، شغال بخطوط جي ار، وادي الفرق بينه وبين الحاج عزت. رقم اتنين، الحاج عزت بيشتل على راس الغيط، اما الحاج محمود راجل ناصح بيروح يشتري من المشتل اللي مشتو، يعني الشتلات اللي اتعملت في داخل صوبات. أيوة. معمولة في احواض اللي هي الفلين الابيض اللي احنا عارفينها الشهيرة ديت، عن بذور. طب انا عايز اسألك سؤال بقى، انت البذره بتاعه الشتل ديت، انت اللي بتوديها للمشتل؟ انا اللي بوديها للمشتل. انت اللي بتوديها للمشتل؟ انا اللي بوديها للمشتل. هي الحرنكش ملوش بذره في السوق؟ لا ملوش. انت بتيجي في اخر جامعه وتروح مخلي شكاره قوطه ومسكه فارقها وتروح توديها للمشتل، تقول له اعمل لي مثلا 100 صينيه 50 صينيه على القيمه اللي انت هتزرعها. استناني بقى واحده واحده كده. يعني ايه بتفركها؟ الحبايه بتبقى مقفوله ناشفه. ايوه. انت بتمسكها بايدك تروح فاركها كده وتطلع له الحرنكش اللي جوه. الحرنكش اللي جوه. طيب الحرنكش ده طلع منه البذر ازاي بقى؟ ما انا بفركه. بتفركه على ايدي؟ بفركه على ايدي. الجراب اللي هو بيبقى فوق ده بينتهي خالص. ده خلاص، ده خلصان منه. ده بتهزها تلاقي ما تلاقيش الا الحب صافي. كويس. الحب تجففه. بتجففه. يعني طريقه، يعني في ناس قالت الخلاط ونطلع منه البذر. لا خلاط ايه؟ انت بتنشفه على السطح مثلا او في حته يكون بعيد عن اي حاجه، وبعدين تيجي تروح ماسكه فاركه يطلع لك البذر الصغير. يطلع لك البذر. الله عليك. خدت كيلو، خدت 2 كيلو. تاخده تطلع على المشتل، انت عايز كام صينيه؟ تقول له انا عايز 100 صينيه، عايز 200 صينيه. يقوم ياخدهم يعملهم لك، بتقعد حوالي من 45 يوم تحت الصوبه. تحت الصوبه 45 يوم؟ الله ينور عليك. يتصل عليك يقول لك الشتله بتاعتك جهزت، تعال عشان تنقل. الله ينور. بتدور هنا بقى لا ولا الشمس بتضرها، ولا انت بتطلعها من الصينيه بتطلع في السويسوس اللي بيحطوه فيها ده. بتروح شايلها بايدك، ويكون بتروح هتلاقيها جوه وتروح حاططها، يكون المايه شغاله. تكون المايه شغاله. يعني انت كده بتتفق مع الحاج عزت في نفس الكلام. هو بيقول بزرع على وش المايه، على وش المايه، وانت بتزرع والارض بتاعتك منديه ومبلوله. الارض نديه ومبلوله. وتروح زارع الارض. جميل. باذن الله ولا في حاجه عندك تبوظ، وهتنزل تحت وتوفير الميه. واي تربه او اي منطقه ما عندها مانع من زرع القوطه. لكن انت لما تروح اي مكان هقول لك ما عندناش ميه غمر. صحيح. زي الاليوبيه. صحيح. ما تنفعش معايا. لكن هي دي في الاليوبيه. يعني انت الطريقه بتاعتك هي تمشي في كل مصر. في كل انحاء مصر. واخبار الحرنكش معاك ايه؟ لا حلوه الحمد لله. العائد الاقتصادي بتاعه مش بطال؟ لا كويس. الحمد لله، يعني ماشي الحال؟ ماشي الحال. طيب يعني ده هو يعني لو زرعت جزء من الارض بيديك فلوس كل يومين كل اسبوع؟ لا كل يعني اسبوع. بيمشي حالك بحيث انك تصرف على بيت ارضك؟ تصرف على بيت الارض. كل اسبوع بتنقي، يجي لك التاجر بتبيع له في قلب الارض تقبض فلوسك. الله يفتح عليك يا رب، وانا بتمنى لك يا رب حصاد سعيد، وبشكرك جدا على هذه المقابله الممتعه. شكرا. شكرا شكرا. يعني سمعنا من الحاج عزت طريقه الزراعه، وسمعنا من الحاج محمود طريقه الزراعه. طبعا احنا بننصح في وزاره الزراعه باستخدام الطرق الحديثة لأنها موفرة للمية، وإحنا مش عايزين نتكلم تاني في موضوع المية قد إيه إحنا في عوز مائي وفي فقر مائي من دلوقتي، ده من السنة اللي فاتت ومن 10 سنين فاتوا وإحنا فقراء في موضوع المية، لأن حصتنا من المية ثابتة واستهلاكنا كل يوم بيزيد. عرفنا من الحاج دلوقتي إزاي طريقة الزراعة، إن إحنا بناخد الحرنكش بتاعنا نجففه، وبعد ما يتجفف أفركه بإيدي هيطلع بذر، أخد البذر بتاعي أروح بيه للمشتل يزرعهولي في صواني، يسيبهولي 45 يوم، باخد الشتلة بتاعتي أزرعها في جورة. اللي اتفق فيه الحاج عزت والحاج محمود إن لازم يعني في الطرق التقليدية لازم أزرع على وش المية، أما في الراي بالجي آر لازم أزرع والأرض مندية. وبعد أسبوع طبعا بهيل شوية تراب عشان أقفل على النبات بتاعي ويطلع حلو كده وجميل إن شاء الله. نبات الحرنكش من النباتات اللي مش محتاجة خدمة، مش محتاجة يعني خدماتها قليلة جدا، الآفات بتاعتها قليلة جدا، محصولها يقدر يخليني أصرف على بقية الأرض بتاعتي بشكل متوازن. أعزائنا المشاهدين بسرعة خلصت معاكم الحلقة، كانت حلقة جميلة زي الحرنكش بالظبط، التقينا فيها بيكم. كل طالبين منكم تفاعل أكتر على صفحتكم على الفيسبوك، صفحة الزراعة حياة مصر الزراعية. تاني، الزراعة حياة مصر الزراعية، 4 كلمات، تعملوا عليهم سيرش على الفيسبوك، تعملوا لايك على الصفحة، وتبتدوا معانا تتفاعلوا مع البوستات، تعلقوا عليها براحتكم. اللي عنده مشكلة زراعية يصور لنا المشكلة، سواء كانت آفة أو إصابة أو ما إلى ذلك من المشكلات الزراعية، يبعت لنا كمان تفاصيل الشتلة، تفاصيل النبات، تفاصيل التربة والمية. وفي فريق من فارماسيوتيكا بالتعاون مع قناة مصر الزراعية هيحل كل مشكلاتكم الزراعية ويرد عليكم عبر صفحة الرسائل في صفحتنا على الفيسبوك. اعذرونا إذا تأخرنا عليكم شوية.